الاستاذ الحسن بوحمية على قيمه المحاميه بالناظر الكشفه. أريد أن أقول في البداية أن هذه الوقفة تدخل في إطار احتجاج ضد مقتضيات المادة 9 المدرجة بميزانية سنة 2020. هذه المادة نراها بأنها مادة غير دستورية وغير قانونية وتمس بحقوق المواطنين أولا، لأن المواطن يظل في رضاهات المحكمة يتابع قضيته إلى أن تحكم له المحكمة ويفاجأ بأن هذا الحكم غير قابل للحس. ذلك أن مقتضيات هذه المادة تفرق بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، مع أننا سواسية أمام القانون، ودستور المملكة يسوي بين جميع الناس، ولا سلطة في هذه المملكة إلا للقانون. وما دام أننا نحتكم بالقانون فإننا نرى أن هذه المادة مخالفة للقانون ومخالفة لمقتضيات الدستور التي تنص على أن الأحكام يجب أن تنفذ وأن عدم تنفيذها يخلق إخلالا بالدولة. فنحن لا نرضى أن نرى أحكاما باسم جلالة الملك لا تنفذ، هذا يعد احتقارا ومسا خطيرا للأحكام التي تصدر باسم جلالة الملك. لهذا نطالب ونتجسد بطلبنا الرامي إلى سحب هذه المادة من مشروع الميزانية لسنة 2020، ونطالب أيضا بأن الغرفة الثانية أن تنتبه وأن تعيد النظر بجدية، لأن هذه المادة الآن معروضة أمام الغرفة الثانية، لأن الغرفة الأولى صادقت عليها مع الأسف. ولهذا نطالب ونتمسك بمطالبنا ونتمنى من الغرفة الثانية أن تحكم الحكمة والقانون في سحب هذه المادة من الميزانية، على اعتبار أنها أولا هي مكانها الطبيعي المسطرة المدنية، والمسطرة المدنية كما نعلم أنها عالجت هذا الحجز في عدة فصول، ولا داعي إلى هذه المادة لأنها لا تمس بحقوق المواطنين والجميع. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله. لنعبر عن امتعاضنا وعدم رضانا وعدم قانونية مقتضيات المادة 9 المدرجة بميزانية 2020، والتي تتضمن أنه لا يمكن الحجز على أموال الدولة إلا في حدود معينة، المصادقة عليها من طرف مجلس النواب في غرفته الأولى، والذي هو معروض من الآن على الغرفة الثانية، أن هذه المادة تمس بمقتضيات الدستورية وقانونية، فكيف يعقل أن تصدر المحاكم أحكاما وتبقى فوق رفوف مكاتب التنفيذ، في حين أن التنفيذ على الأشخاص ينفذ بكل الطرق رغم ثبوت عودة الشخص الذي ينفذ عليه، كما أنه من جهة أخرى فالأحكام تصدر باسم جلالة الملك وتدين بالصيغة التنفيذية، وهذه الصيغة تحمل الجدية في التنفيذ بكل العبارات الواردة فيها، ألا يعتبر هذا مسا بقدسية الأحكام؟ إن جمعية المحامون زميلاتي زملاء الأعزاء بالمغرب عقدت عدة بادرت بداية إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب في الأسبوع الماضي، وأعدت وقررت مواصلة ذلك على صعيد الهيئات كما ترون حاليا، على أن تتبعها خطوة أخرى على الصعيد الوطني في حالة عدم استجابة الدولة والحكومة لهذا المطلب. إن جميع الهيئات بالمغرب مصرة على أن تتبع هذه الخطوة خطوات في القريب العاجل، إذا لم تتراجع الحكومة على هذه المادة وتسحبها كما هو مطالب به، فالحكومة تريد أن تلهينا
عن مشاكلنا الحقيقية، وذلك بإقحام هذه المادة في ميزانية 2020. إن مكانها الطبيعي هو قانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة المدنية كما فقد أفرد لذلك بابا خاصا، ولا حاجة إلى هذه المادة. وجمعية هيئة المحامين وابتداء من تاريخ تأسيسها سنة 1962 وهي جادة في الاهتمام بحقوق الدفاع وحقوق المحامين على الصعيد الوطني. إن جمعية حقوق إن جمعية هيئة المحامين عقدت عدة اجتماعات مع المسؤولين سواء في الغرفة الثانية ووزارة العدل. فمشاكلنا الحالية تتلخص في ثلاث مشاكل: قانون مهنة المحاماة التي هي رهن الدراسة، وقانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية. والآن نفاجأ بفتح جبهة علينا من طرف الحكومة، ومع الأسف سايرتها السلطة التشريعية الغرفة الأولى، والذي من المعروف أن تصحح الوضع، وأملنا أن تتدارك الغرفة الثانية هذا الأمر. زميلاتي زملائي الأعزاء، ما أود أن أقوله لكم اليوم هو أن نكون على استعداد للدفاع عن حقوقنا ومكتسباتنا، ولن يتأتى ذلك إلا بالتضامن فيما بيننا واحترام بعضنا البعض، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يمس بقدسية مهنتنا النبيلة. وأخيراً وليس أخيراً، أشكركم جميعاً على حسن انضباطكم وتلبيتكم الدعوة لهذا الواجب، ومزيداً من التضامن لتحقيق ما نصبوا إليه. والسلام عليكم وشكراً للجميع. نحن نقول للزملاء أن هذه الوقفة ستستمر إلى الساعة 12 بالضبط حسب ما اتفق عليه سابقاً. شكراً.